كده. عمي أنا سمعت كل حاجة قلتها. إيه اللي سمعته بقى؟ إنك عايز تراقب عمي مرزا وتعرف هو بيعمل إيه. أنا هروح له وأقول له على كل حاجة. لا يا حبيبي، أنت ولد شاطر ومش هتعمل كده. بس سكوتي ده يا عمي هيكلفك فلوس كتير. بجد؟ عايز كام؟ 20 روبية. وماله، بسيطة، ما تغلاش عليك، بس أنا عايزك تعملي خدمة. إيه؟ امسك، أنا عايز مرزا ما يغيبش عن عينك وتيجي تقولي أخباره أول بأول. كده يبقى 20 روبية كمان. 20 كمان؟ ليه بقى؟ لأن الشغل الإضافي بفلوس زيادة. بقى كده؟ أنت متأكد إنك طفل؟ ها؟ خد، روح وراقبه يلا. باتشان، متهيألي جودو لما يكبر هيبقى راجل أعمال كبير جدا. اللي يفكر بالشكل ده وهو طفل أكيد محدش هيقدر يضحك عليه أبدا. إيه الجديد؟ عمو باتشان طلب مني إني ما شيلش عيني من عليك وأقول له كل أخبارك، وديني براقبك زي ما قال لي. بس بقى خالك ده ما يعرفش أنا بعمل إيه، ما يعرفش إن أنا كمان عيني عليه وعندي ناس بيراقبوه كويس قوي وكل أخباره واصلالي. امسك يا حبيبي، دي بقى بتاعتك. 10 روبية. بس أنا عايز 20 روبية. مش راس صغير. ماشي، اتفضل 20 روبية. شكرا يا عمو. لو احتجت تعرف أي معلومات تانية قولي وأنا أقولك. هو بيكلم مين وبيقابل مين كمان وبيقول إيه وليه؟ كل حاجة هو بيعملها توصل. شطور يا حبيبي، يلا روح وخلي عينك عليه بسرعة يلا. يا سلام. عبقري، ده انت خليت جاسوس عدونا يشتغل لصالحنا. شاطر طبعا. اطمنتي علشان تعرفي بس جوزك يبقى مين. اصل انا متواضع، ما بحبش اتباهى بالمواهب اللي عندي. مواهب؟ مواهب دي بقى هي اللي خلتك تحبيني وتتجوزيني يا حبيبتي، صح ولا لا؟ صح. اعمل ايه عشان اطلع مرزا برا البيت؟ هتقعد سنة تعمل لي في طبق رز بالخضار؟ ها؟ ماشي انا هتصرف، خلاص فهمت، اقفل بقى دلوقتي. ايه مالك يا باتشان؟ امال فين مرزا؟ انا مش شايفه خالص. وبتسألنا انا ليه؟ ها؟ هو انا كنت من بقية اهله؟ ده انا عمال افكر اخلص منه ازاي. والراجل كان عمل معاك ايه بس علشان تخلص منه ولا تكرهه؟ قولي. ده كفاية انه اتجوز الست دي اللي اسمها سكينة، يستاهل العقاب. حويطة وعارفة هي عايزة ايه بالتحديد، بينفذ كل اللي تقوله عليه، ماشي كده ورا كلامها لحد ما هتجيبه الارض. الا صحيح، سمعت انك قلت المرزاء انك هتطرده من البيت، صحيح الكلام ده؟ ايوه انا ناوي اعمل كده، وبفكر له في طريقه. ايه كده بس؟ لما بيته يبقى موجود هنا باتشان ما يتعبش نفسه ويفكر. الموضوع ده عندي انا بجد. انا اعرف واحد هيخدمك اسمه بستوليا، هو ده اللي هيطرده بره. ده راجل خطير، يعني لو هدد مرزا هيكتب لكم القصر بيع وشراء وهيسيب البيت. طب وانت يعني تعرف الراجل ده كويس؟ ايه اللي اعرفه؟ ده كلام، ده انا وهو نبقى عشرة عمر.